تعالى من نهر الأبي نشاهدوا في هذه الحالة أمام الخلية طيران كثيف أمام باب الخلية حتى أن الطيران يكون يعني النحل على ارتفاع يعني ارتفاع 3 أمتار أو 4 أمتار احتمال كبير يعني احتمال كبير تطريد في الخلية هذا احتمال يعني في احتمالين إذا كان النحل طيران النحل منخفض فهذا نحل جديد أما إذا ارتفع النحل يعني في الطيران حتى 5 أو 4 أمتار احتمال يعني 95% تطريد في الخلية وممكن جدا الخلية هذه تريد تطريد سأراقب يعني الراقب مباشرة على المباشر هل هناك تطريد أم نحل خروج نحل جديد فقط سنرى يعني في الدقائق القادمة.